بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 95. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة الجماعة. كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، أنه خرج ليصلح بين طائفتين حصل بينهما خلاف، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وتأخر عن وقت الإقامة، فأقاموا وصلى أبو بكر إلى تمام القصة التي مرت. نعم. فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. هذا دليل على أن الإمام إذا كان الإمام الراتب إذا كان له عذر يمنعه من الحضور، فإنه يخبر الإمام، يخبر المؤذن أو يخبر أحدا من المأمومين بأن يصلوا ويخلف الإمام أحدهم. نعم. وعن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. نعم، في هذا الدليل على أن المريض له أن يصلي مع الإمام قاعدا والإمام قائم، إذا كان القيام يشق على هذا المريض فإنه يصلي قاعدا رفعا للحرج عنه. نعم. وعن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. نعم، صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه، فهذا دليل على أن الإمام إذا عرض له شيء يمنعه من الإمامة أنه ينيب من يصلي عنه بالناس. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم، هذه مسألة أن الإمام الراتب، الإمام الراتب إذا كان له، إذا كان أصابه إصابة تمنعه من الوقوف فإنه يصلي قاعدا، وأما المأمومون المسألة فيها تفصيل، إن كان الإمام بدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له عذر أقعده فإنهم يستمرون يصلون قياما كما بدأوا الصلاة قياما، وأما إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا خلفه كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
لما مرض فإذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يستمرون قياما في صلاتهم، وإذا بدأ الصلاة بهم قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولا يقفون. هذا هو التفصيل في هذه المسألة الذي تجتمع به الأحاديث الواردة في هذه المسألة. والمراد بالإمام الإمام الراتب، الإمام الراتب. نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. وقال ولأبي داود: ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. أي نعم، يقومون وهو قاعد، يقومون على رأسه إجلالا له وهو قاعد، هذا فعل فارس والروم. ونحن نهينا عن التشبه بهم، لكن إذا اقتضى الأمر أن يكونوا قياما خلفه للحراسة فلا بأس بذلك، يقفون من أجل حراسته. نعم. ولهما في حديث: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذه المسألة فيها دليل على اتخاذ المبلغ عن الإمام، خصوصا إذا كثر الجماعة ولا يسمعون صوت الإمام، إنه يتخذ مبلغا يكبر بتكبير الإمام ويجهر، ويكبر الناس بتكبير المبلغ، ففيه اتخاذ المبلغ للحاجة خلف الإمام. نعم. ولهما عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. وهذه مسألة أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، يعني من بيته، لأن بيته صلى الله عليه وسلم على المسجد، لا يخرج من بيته إلى المسجد، لأن بيته أو حجراته بجوار المسجد، فخرج يوما وصلى بهم، ثم ذكر أنه جنب. لما أقيمت الصلاة وأراد أن يكبر ذكر أنه جنب، فالتفت إليهم وقال مكانكم، يعني اثبتوا مكانكم، فبقوا واقفين. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته واغتسل، ثم خرج إليهم يخطر رأسه من الماء على أثر الاغتسال، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه دليل على أن الإمام إذا ذكر أنه على غير طهارة قبل أن يدخل في الصلاة أو بعد أن يدخل في الصلاة أنه ينصرف ويتطهر، وينتظره المأمومون حتى يأتي ويصلي بهم. نعم، أحسن الله إليكم. إذا انصرف الإمام ولم يستخلف، نعم، إذا انصرف تذكر أنه على غير طهارة ولم يستخلف، ينتظرونه حتى يأتي. نعم، يكون حالهم حال الصلاة أم ينصرفون من صلاتهم حتى ينصرفون من صلاتهم، لأن صلاتهم غير صحيحة، لأن الإمام لي على غير طهارة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، فإذا انصرف ينصرفون. أي نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. نعم، هذا يوضح المسألة، أنه جاء على العادة من بيته صلى الله عليه وسلم وقام المؤذن ولم يبق إلا أن يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، ذكر أنه على غير طهارة، فانصرف صلى الله عليه وسلم وقال لهم: مكانكم، ثم ذهب إلى بيته واغتسل ثم جاء صلى بهم. نعم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر هو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى فسجد، وفي آخره: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة معتمدا على جذع نخلة، وهو واقف على الأرض، ثم صنع له منبر فصعد على المنبر وأقيمت الصلاة، فصلى بهم على المنبر يرتفع وينخفض حتى أتم الصلاة، فقال: إنما فعلت ذلك من أجل أن تأتموا بي ويتعلموا الصلاة منه. فدل على أنه يجوز أن يكون أن يرتفع الإمام عن المأمومين وينخفض في أثناء الصلاة من أجل تعليمهم. نعم. وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام. نعم، يصلون على صلاة الإمام سواء على وجه الأرض أو مرتفعين عن الإمام، يجوز ذلك، ويجوز أن يرتفع الإمام عنهم أيضا. نعم. وكان أنس يجمع في دار أبي رافع عن المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد ويأتم بصلاة الإمام. نعم، كان أنس بن مالك صلي في غرفة بابها على المسجد، فدل على جواز ذلك إذا كانت الغرفة مجاورة للمسجد وبابها مشرف على المسجد، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة له أن يصلي فيها، لكنه لا يصلي منفردا بل يكون معه من يزول به الانفراد. نعم. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا فيه دليل على أنه إذا ركع المأموم قبل أن يصل إلى الصف ثم دب ودخل في الصف أن ذلك جائز إذا خشي فوات الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وإنما قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لمثل هذا، فلا يكبر المأموم حتى ينتهي إلى الصف، ولا يكبر وحده ثم يدب ويدخل في الصف كما فعل هذا الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعد. ويروى بروايات: لا تعد، لا تعد، لا تعدو. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.